السابق كانوا لا يزفوا إلا بالثوب الفلسطيني ويرجعوا للتاريخ. تجمع بدوي في إسرائيل وعاشوا الحياة الشعبية في هذاك التجمع. هون إسرائيل بدون بشكل مباشر، يعني إسرائيل مش بشكل مباشر قالت إنه هذا التراث إسرائيلي، ما حكت كمان إنه تراث فلسطيني، يعني بمعنى إنه هي تعتبر هذا التراث جزء من أقليات عايشة في إسرائيل، وهذا شيء خطير أخطر حتى من إنه لما كانوا لبسوا فترة من الفترات لبسوا مضيفات الطيران التوب الإسرائيلي. نحميه إذا إحنا درسناه صح، صار في خطابنا معه صح وبشكل عاطفي صحيح، بس كمان لازم يكون بشكل علمي، لازم يكون خطابنا أكبر علمي ونقدم تراثنا بطرق جديدة غير تقليدية حقيقة. لكن في تقصير من ناحية زي ما بحكي طريقة التعامل مع التراث، مش لازم نضلنا سطحيين بالتعامل مع التراث، بس كمان ما كان في توعية للجيل الجديد على أهمية هذا التراث، غير إنه جميل، يعني أوكي هو جميل جداً، لكن معاني هذا التراث تأصله بالأرض. إحنا لما بنحكي عن الثوب بنحكي عن صحيح هو زي، لكن بيحمل معاني كتير جواته، بيحكي هوية المرأة، بيحكي من أي منطقة المرأة موجودة أجت، بيحكي عن المعتقدات حتى الدينية والسياسية والاقتصادية وغيرها، هاي موجودة بالتطريز الموجود على الثوب.